مشاهدينا الكرام من غرب مدينة سرت نطل عليكم على شاشة الجزيرة مباشر، حيث فتحت الطريق الساحلي أو الطريق الرابط بين شرق ليبيا وغرب ليبيا. هنا نتحدث عن الطريق الرابط بين مدينة سرت ومدينة مصراتة، هذا الطريق الذي فتح بعد إقفال دام لأكثر من سنتين، فتح منذ 35 يوما من الجانب حكومة الوحدة الوطنية ومن جانب الغربي لمدينة سرت، واليوم يتم افتتاحه من قبل قوات حفتر في بعد في منطقة الخمسين. طبعا البوابات الموجودة الآن هي البوابات موجودة غرب مدينة سرت وتقوم بالاستيقاف. اليوم كان هناك تبتين، التبة الأولى كانت في منطقة تسمى بوارات الحسون في شرق منطقة بوارات الحسون، والتبة الثانية كانت تحديدا في نقطة الخمسين أي 50 كيلومتر غرب مدينة سرت، تم فتحها اليوم من قبل لجنة 5+5، وفعليا الآن الطريق مفتوحة في الجهتين. طبعا كما تشاهدون الحركة المرور طبيعية جدا، والمرور ذهابا وإيابا نحو مدينة سرت، خروجا من مدينة سرت وذهابا نحو مدينة سرت. منذ الصباح بحسب القائمين على هذه البوابات بأنه هناك عدد من العائلات وعدد من السيارات تحمل عائلات تذهب إلى مدينة سرت، ومنها أيضا خرجت من مدينة سرت باتجاه مدينة مصراتة. أيضا الشاحنات لا زالت إلى هذه اللحظة تدخل وتخرج من مدينة سرت متجهة إلى مدينة مصراتة غرب إلى غرب سرت، وكذلك أيضا إلى داخل إلى مدينة سرت، والحركة طبيعية في هذا المكان. طبعا هناك ردود أفعال متفاوتة حسب بعد فتح الطريق، حيث طالبت اللجنة العسكرية 5+5 بعدة نقاط بعد فتح هذا الطريق. أول هذه النقاط هو أنها تهيب اللجنة بكافة الهيئات والجهات الرسمية بضرورة التنسيق المسبق مع اللجنة العسكرية في لجنة الترتيبات الأمنية فيما يخص حركة التخصصات والوقود في هذه الطريق، خاصة أن كما نعلم بأن هناك نقص في الوقود في مدينة سرت، وكذلك أيضا هناك نقص لغاز الطهي في مدينة سرت، وهناك نقص للأشياء الأساسية في مدينة سرت. فلذلك المناطق التي تتواجد في غرب مدينة سرت، ونتحدث عن منطقة بوارة الحسون، نتحدث عن منطقة الوشكة، نتحدث أيضا عن منطقة أبو قرن، هذه المناطق هي سوف تكون حيوية في هذه الأيام لأنها بها محطات وقود مفتوحة، وقمنا بالتعبئة أحد المحطات فيها ولا يوجد فيها أي ازدحام. أيضا سيسمح بدخول الغاز ودخول الأشياء الأساسية إلى مدينة سرت التي تعاني المدة الأخيرة من نقص في الإمكانيات الأساسية للمواطن. هذه أحد النقاط التي تحدثت عنها اللجنة العسكرية في بيانها. أيضا تعلن اللجنة عن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي، وتدعو اللجنة كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. أيضا من جهتها البعثة الأممية كان لها أيضا تصريح وكان لها أيضا رأي فيما حدث اليوم، حيث رحبت البعثة بفتح الطريق الساحلي رسميا، وذلك بحضور البعثة أيضا كانت حاضرة في فتح الطريق، وكذلك أيضا رحبت بهذا الإنجاز بحسب وصفها، وأشادت البعثة بالدعم المقدم من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بقيادة رئيس الوزراء. أيضا كان هناك تصريحات للواء المتقاعد خليفة حفتر، حيث أيضا بارك هذا فتح الطريق الساحلي والذي كان مغلقا بسبب تواجد قوات الفاغنر في سرت، وهذا السبب الرئيسي في تأخر فتح الطريق، وتم فتحه من قبل قوات حفتر اليوم. أيضا هو يحمل المجتمع الدولي المتبني والدعم لمسار السلام في ليبيا المسؤولية في أن يضاعف من جهوده إلى أقصى الحدود بحسب وصف حفتر. أيضا قال بأنه على المجتمع الدولي أن يعي جيدا أننا نعاني ما نكرره بأنه لا سلام مع المحتل ولا سلام مع المرتزقة ولا سلام إلا بالسلاح،
وبيد الدولة بحسب وصف اللواء المتقاعد خليفة حفتر. طبعا مشاهدينا الكرام هذا الطريق لازال الآن ترون السيارات تأتي وتذهب في هذه الطريق بعدما تم إغلاقه لأكثر من سنتين نتيجة الهجوم الذي كان يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس. كان المواطن يذهب من هذا الطريق ثم عندما يصل إلى قبيل مدينة سرت بقليل يدخل إلى مناطق في جنوب وسط في جنوب ليبيا، يتجه جنوبا ناحية الشوارف، ومن الشوارف يذهب إلى المنطقة الشرقية. وهنا نتحدث على أنه يقطع مسافة ما يقارب 1800 كيلومتر حتى يصل من طرابلس إلى مدينة بنغازي. ربما نأخذ أحد اللقاءات مع أحد الذين يتواجدون في هذه في هذا المستوقف أو هذه البوابة. مرحبتين أستاذي، أهلا وسهلا بك على شاشة الجزيرة مباشرة. أهلا وسهلا بك، مرحبتين بكم. مرحبتين بك. يعني حكينا اليوم كيف كانت سير الطريق خاصة مع فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينة سرت ومدينة مصراتة. يعني احنا نعرف انه لأكثر من سنتين الآن الطريق مسكرة، وانتم اكيد تتواجدوا في هذه البوابة بشكل دائم. هل حطوا اليوم ازدياد عدد السيارات، وفي سيارات تذهب وتمشي باتجاه سرت وباتجاه مصراتة او لا؟ والله بالنسبة الطريق ما شاء الله اليوم زي ذهاب زي اياب، والله ما شاء الله. واللي هذا فرحان، العائلات فرحانة، والأصحاب السيارات فرحانين، الشاحنات والعائلات كل والله فرحانين بفتحة الطريق دي. واليوم ما شاء الله والله استقبال واجد في العائلات وفي سيارات الشاحنات، تبارك الله ما شاء الله. من أمتى تحديدا فتحت الطريق وبدأت السيارات تمر من سرت باتجاه مصراتة وبالعكس؟ والله كان استمر ديما مع ال 12 ونص وتعال جاي ما شاء الله تبارك الله، عائلات ما شاء الله جن واجدة، واللي هذا فرحانة، واللي هذا تدعي في فتحة الطريق وتبارك ما شاء الله. تمام. هل يعني يتم إيقاف أصحاب الشاحنات اللي جايين من سرت وسؤالهم على مثلا يعني توجههم، أو مثلا من أي قبيلة ينتمون، أو أن يعني يتم التعامل معهم بشكل عادي يعني؟ لا والله بالنسبة للمعاملة، بالنسبة لهذه الشيء معبي نشدوا فيه العبوه اللي معبيه، بس الحمولة ولا شيء، والباقي الثاني بالنسبة قبيلة وشيء لا. احنا بالنسبة كهذه كلها ليبيين، نعاملوا فيهم كليبيين كل زي بعضنا، ما فيش فرق لا بين شرق ولا غرب ولا بين اي حد ثاني. بالنسبة لليبيين ما نعاملوش فيهم الا المعاملة الطيبة ان شاء الله، ومعاملة كويسة احنا وياهم، مش لا في اي حاجة كسؤال، بس شيء الحمولة اللي معبية وتفضل هذه اللي نسألوا فيها بس. تمام. بالنسبة لموضوع الوقود والغاز، هل المناطق هذه تتوفر فيها الوقود في الأيام هذه، أو أن ما زال فيها نقص في الوقود والغاز والحاجات اللي تهم المواطن يعني والحاجات الأساسية؟ والله بالنسبة هنا الغاز يجيهم ديما رسمي، عنده في الأسبوع أو رحلات ديما جن عند اليوم جن سيارات الغاز هذين فرغن وروحن، بنزين حتى أنا بدي روحن جن فرغن أنا وولن. لا بالنسبة للمنطقة هنا كلها المناطق القريبة لنا كلها موجودة عنده. بالنسبة هل في سيارات اليوم جتكم هي متجهة لسرت سواء بنزينة أو سواء غاز أو أشياء يعني من الأشياء الضرورية متجهة اليوم لسرت أو لا؟ لا بالنسبة للغاز والله بنزينة لا اليوم ما عدنش. كلها في المناطق القريبة اللي غرب مدينة سرت؟ كلها جايبة بضايع من غادي محملة، واللي من هنا مشيات أكثرهن محملات، وفي الفاضيات مشيات بالنسبة من المنطقة الغربية مشيات لعند جهة سرت والشرق، ومن الشرق ما شاء الله اليوم سيارات الثلاجات خضرة جايات هذين تاعت من مصير، واللي الطماطم هذا والوحدة متعين اللي جاي من جالو والله اسمها دي ما شاء الله تبارك الله، والله كل العائلات تمام ما شاء الله. طيب لو مكان الطريق هذا مسكر يعني كيف يمشوا الشاحنات مش حتى يوصلوا لبنغازي ويوصلوا المناطق الشرقية؟ يعني شنو الطرق الطريق اللي ياخذوا فيها؟ والله الطريق اللي ياخذوا فيها فوق، ياخذوا فيها من سرت ياخذوا فيها الجفرة، ومن الجفرة ينزلوا على الشوارف من فوق، والأغلبية قلة قليل ونادر اللي جن مثل من تقطيع مع التحويلة الجنوبة دي الجاينة، والباقيات كله يمشي عن طريق الشوارف. يعني قداش زيادة ساعة يعني قداش يزيد ساعة؟ خليك بس هنا بس بتكون مقابل الكاميرا، بس قداش ساعة يعني زيادة الوقت لو احنا الطريق الساحلي مفتوح؟ المسافة ممكن تكون من مصراتة لسرت تتكلم عليه ممكن ساعتين او ساعتين ونص يعني بين مصراتة وبين سرت. بين مصراتة وسرت من هنا ممكن ساعتين ساعتين ونص. باهي لو لما كانت الطريق مسكرة لما توصل لسرت كيف تحت كيف تبي؟ والله تبي واجدك. كم حوالي ساعة؟ والله تقريبا ساعات انا ما نديرهنش، لكن والله بالنسبه للناس اللي تجي وتدوي تقول ما انا مصطالعه، وفي اللي تقول من الصبح اليوم مسقده من غادي وتعبنا في الطريق، واللي يجي يسهل على الطريق، انت بتفتحوا لنا الطريق هنا، انت
نقولهم ان شاء الله في الايام القريبه ان شاء الله، هذه ما تطول. وماشي بالنسبه لنا احنا والله ماشي الامور. بس بالناحيه الامنيه هل تعتبر الطريق هذه مؤمن الان من مدينه مصراته الى مدينه سرت، او ان قاعد في تخوف شويه من ناحيه امنيه، خاصه ان المنطقه كانت فيها اشتباكات وكان فيها سيارات مسلحه، وربما بعض التمركزات اعتقد الى هذه اللحظه فيها يعني سيارات مسلحه، هل تعتبر الطريق امن للمواطن العادي او اصحاب الشاحنات اللي عندهم ارزاقهم موجودات في الشاحنه وجاي بها من منطقه لمنطقه؟ والله بالنسبه تو احنا حتى الناس اللي فيهم العائلات اللي جايه ما غادي، والله السيارات شني من سرت لهنا يقولوا ما شاء الله، ان شاء الله دائما يقولوا ان شاء الله دائما هيك كلك ما شاء الله امن وامان والحمد لله. والله يقولوا ما واجهنا واحد في طريق ولا في اي اشكاليه، يقول حتى معامله البوابات هذين كلها اللي عند هنا ما شاء الله، وان شاء الله يقولوا ان شاء الله مثل دائما هيك. واحد وفي اللي حتى من سرت ومن زليت بالله عليك قال لي بتعاملونا ديما المعامله هذه، قلت له احنا عارف، قال انا بالنسبه لي نبيها المعامله هذه، كان مشتكي قال ما شاء الله، قلت له ايش اللي اخذها معامله نفس المعامله شو الفرق، قال والله خير، قال بالنسبة هيك فكت علينا حتى تعب شوير في مغادي معاملة الشباب المغادي وديهم قطاع الطرق والواحد، قال شلنا تعبنا والله، في اللي بدموعه فرحان والله، في اللي في توات واحد رزن صب علينا والله فرحان من الفرحة يبكي، وفي اللي عائلات والله يبكي، وفي اللي زغرت نسوينا أنا في سيارات فرحانات. طيب شكرا جزيلا لك. شكرا، العفو نسي، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، لازلنا في احد البوابات كما تشاهدون في غرب مدينه سرت، ربما نحاول ناخذ لقاء مع احد القادمين. هذه طبعا السياره متجهه من الغرب الى الشرق، يعني الان هذه السياره متجهه الى مدينه سرت، وفي المقابل ربما نحاول ان ناخذ احد السيارات القادمه من مدينه سرت باتجاه المنطقه الغربيه حتى نسالهم عن الطريق واوضاع الطريق، وكذلك أيضا عن سعادتهم بفتح الطريق، خاصة أن هذا الطريق أغلق منذ أكثر من سنتين، وإلى هذه اللحظة تم فتح الطريق الرابط. السلام عليكم، كيف حالك؟ حالك كويس إن شاء الله. حنا نسأله على الطريق الرابط الآن بين مصراتة وبين سرت تم فتحه، يعني هل جيت من مدينة سرت الآن أو من قبل مدينة سرت أنت؟ لا، من قبل مدينة سرت. من قبل مدينة. تمام، بما أنك أنت من سكان المنطقة، يعني حدثنا على الوضع، وضع المدينة، كيف المنطقة هذه كيف كان لما كانت الطريق مسكرة، هل في حركة تجارية، هل في ناس تتحرك، أم أن كان ركود كل شيء راكد؟ للأسف ركود شديد، لا يوجد اي نوع من انواع الحركه ولا اي نوع من انواع الحياه، يعني نقول لك بصفه عامه تعتبر معدومه، لا يوجد اي مقاومه من مقاومات الحياه للاسف. من وين تاخذ في البنزين، وين تاخذ في الوقود، تاخذ في غاز الطهي، من وين هذا كله؟ والله الراجلين يجي من جارتنا مدينه الصمود، كله غير متوفر، لان جينا شحنات وقود وشحنات غاز. هل تتوقع ان الطريق لما تفتح الان ربما تغير الوضع في 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 المنطقه بشكل عام؟ باذن الله تعالى سوف نلحظ ونلاحظ يعني بشائر خير كبيره جدا للمدينه ولليبيا عامه بعون الله. طيب هل في مشاكل في المنطقه هذه من ناحيه، تحدث عن المشاكل الامنيه، الطريق الان هل مأمن ام مش مأمن؟ لله الحمد، ولله الحمد بفضل جهود الرجال والقوات الجيش واخوتنا في البوابات، الحمد لله لا توجد اي مشاكل، امور تمام تقدر تقول يعني بنسبه 90% ممتازه جدا. طيب شكرا جزيلا لك. العفو عليك، ربي يوفقكم ان شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا مشاهدينا الكرام، نحن لازلنا في احد الاستيقافات في غرب مدينه سرت، حيث تم فتح الطريق الرابط بين مدينه سرت ومدينه مصراته. الى هذه اللحظه لا زالت هناك تحرك لشاحنات وكذلك ايضا للعائلات بين الطريقين. كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، فتح الطريق اتى بعد إقفاله لأكثر من سنتين نتيجة القتال أو الحرب الذي خاضه اللواء المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة الليبية طرابلس وسيطر على مدينة سرت. منذ ذلك الوقت تم إقام تبات ترابية في هذه المنطقة وإغلاق الطريق غلب مدينة سرت. اليوم تم افتتاحها تحديدا في التبة الأخيرة التي كانت في منطقة بورة الحسون، وكذلك أيضا التبة الأخيرة التي كانت قد نصبها قوات حفتر والتي كانت تتواجد بها الغام تحديدا في بوابة الخمسين غرب مدينة سرت. تم فتحها اليوم والإعلان رسميا عن الحركة الطبيعية في الطريق الرابط بين مصراتة وسرت، الذي يعتبر هو الطريق الرئيسي الرابط بين شرق ليبيا وغرب ليبيا، وهذا أتى بعد
مشاورات قادتها اللجنة العسكرية 5+5 وباركت أيضا جهات مختلفة منها الأمم المتحدة وكذلك أيضا حكومة الوحدة الوطنية وجهات أخرى. هذه الخطوة وصفت إياها بأنها ستكون خطوة أساسية نحو إخراج المرتزقة وكذلك أيضا القوات الأجنبية من ليبيا. وهناك أيضا تصريح لأمر أو الناطق باسم غرفة عمليات الجوفة رسولة عبد الهادي دراه قال بأنه إذا لم يكن هناك استيفاء بالنقاط التي تم الاتفاق عليها في لجنة 5+5 والذي تتحدث أو التي تتحدث عن إخراج المرتزقة من مدينة سرت وإخراج كل قوات المرتزقة بالكامل مدينة سرت، فإنهم يهددون بإقفال الطريق مرة أخرى. ولكن أعتقد بعد هذه الجهود وبعد فتح الطريق والسعادة التي غمرت الناس خاصة الذين يتواجدون في مدينة سرت وليس لديهم مقومات للعيش، الآن أصبحت الطريق مفتوحة الآن إلى مدينة مصراتة والتي ستكون لها أثر كبير جدا من الناحية الاقتصادية ومن الناحية نفسية على أهالي مدينة سرت. إذن مشاهدينا الكرام هذه جولة أخذناكم بها. السلام عليكم. السلام عليكم، ممكن ناخذ لقاء أخير مع أحد المواطنين؟ السلام عليكم، احنا بس نحكوا على الطريق، يعني إذا كان جيت من مدينة سرت أو من جيت تحديدا؟ من مدينة سرت إن شاء الله. كيف الطريق؟ احنا حابين نعرف الطريق، هل فيها مشاكل أمنية اليوم أم لا؟ وكيف كنت تمشي لما ترجع من مدينة سرت؟ يعني أما الطريق تأخذها بالضبط؟ والله كانت الطريق تعب شوية الحد، كانت الجماعة تجي تبرم برم من جفرة وتأخذ في مسافة ممكن قريب 30 كيلو بيستا، كانت في عائلات كانت فيها حالات مرضية، قصدي ناس تعب بشكل غريب كانت. لكن اليوم نشهد بالله تبارك الرحمن الطريق كانت في أقل ما يمكن أنه واضحة وسريعة وفاضية وبوابات تبارك الله. هل في حد يسألك مثلا من وين أنت، من أي مدينة؟ لا 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 أو أنك أنت مثلا عشان توجهك أو شيء؟ حاجة أمنية عادية، قصدي أي تصرف أمني يقول لك في البوابة، لكن تبارك الله كلهم يلاقوا فينا بالبسمة والضحكة وتفضلوا ما عندكم مش مشكلة وأي شيء نقصكم شيء وبارك الله وعطونا حتى سنتب وعصير وبارك الله وفهم. تمام. بالنسبة للوقود يعني والبنزين، هل متوفرة في مدينة سرت أو حتى في غرب مدينة سرت أو أنها ما كانش متوفرة في الأيام اللي فاتت؟ والله الفترة اللي فاتت كانت في نقص واجد في مدينة سرت، لكن تو نقول إن شاء الله بعد فتح الطريق إن شاء الله توفر الوقود وتوفر الغاز وتوفر كل شيء إن شاء الله. أيوة. طيب شكرا جزيلا لك. الله يوفقكم. شكرا جزيلا، بالتوفيق إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، إذن هذه جولة أخذناكم بها في أحدى التمركزات في غرب مدينة سرت والتي تتابع كما تشاهدون فتح الطريق الرابط بين مدينة سرت ومدينة مصراتة. الآن أترك الكاميرا تتجول لترصد الأجواء الطريق الرابط بين مدينة مصراتة وسرت. شكرا جزيلا لكم.